سؤال: إصلاح ذات البين أمر مهم في حياة طالب العلم، لأنه يحصل بين الإخوة الجفا والإعراض والتدابر والشحنة، فما النصيحة لمن إيش يعني خط ما هو واضح؟ لا شك أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يسعون لإصلاح ذات البين بين المؤمنين ولقطع وسائل الشيطان في التفريق. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به بين العباد أن يجتمعوا ويتآلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم، بل جعل الله جل وعلا ذلك عنوان التقوى في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم متوالين فيما بينهم في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه فيما بين العباد الفرقة، لأن الاجتماع وسيلته التآلف، ولأن الفرقة وسيلتها التباغض والتدابر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عباده بالتوادد وعدم التباغض، فقال: ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث. لهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى في العبد أن يكون كلامه حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن يكون فعله حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاطعهم. وهذا من مقتضى الولاية التي بينهم. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يكون ذا خوف ووجل من ربه جل وعلا، وأن يكون ساعيا في الائتلاف والاجتماع على الحق والهدى، وإذا رأى تقصيرا أو مخالفة أو سيرا في غير طريق أهل السنة فإنه يبذل النصح ويبذل الإرشاد، لكن بما لا يسبب نفرة وخلافا وقطيعة وبغضة وشحنة، لأن حصول البغضة والشحنة يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر، ثم يؤول ذلك إلى الاعتداء وإلى النيل من العرض ومن ربما النفس والاعتداء على الأموال أو على الأنفس. ولهذا كانت وصيته عليه الصلاة والسلام في أعظم موطن تحريم العرض وتحريم النفس في موقفه عليه الصلاة والسلام في عرفة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اليوم يوم عرفة يوم محرم، والشهر شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم التي قال الله جل وعلا فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والبلد بلد مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، فصارت محرمة بتحريم الله وتحريم إبراهيم الخليل إعلانا لتحريم الله. وهذا التشبيه فيه عظمة، أن يشبه تحريم المال والدماء والأعراض بتحريم هذا اليوم وذاك الشهر وذاك المكان. لهذا الواجب على المؤمنين أن يسعوا في وسيلة تحقيق التآلف وعدم التقاطع والتدابر. وأعظم وسائل تحقيق الائتلاف والاجتماع وقطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن
يتواصوا فيما بينهم بتقوى الله جل جلاله وبخشيته والإنابة إليه، وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أهل العلم وطلبة العلم لو اختلفوا لا يكون بينهم اعتداء، وإذا حصل ثم اعتداء فهو من الجهل. فأهل السنة يعاملون من خالفهم بتقوى الله جل وعلا، ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به، فلا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم، بل يخافون الله جل وعلا في كلامهم وفي أفعاله. فالعلم النافع وتقوى الله وملازمة السنة وسيلة للاجتماع، وهو معنى الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة. وقال فيها ربنا جل جلاله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم من وسائل تحقيق ذلك أن يقول العبد أحسن ما يجد حتى في حال الاختلاف. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني أحسن ما يجد. لماذا؟ ما العلة؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. بعد ذلك يأتي الشيطان فيقلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس أو الفئة إلى آخره، أو للشخص أو للشيخ، فتنقلب المسألة من كونها دينية إلى كونها عصبية جاهلية أو حزبية ممقوتة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي وجدناها نافعة، لأن العبد يختار أحسن ما يجد. فإذا كان العبد حليما متصفا بصفة الحلم وعدم الغضب، ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، متخلقا بأخلاق الأنبياء في الحلم والأنات التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عاقبة أمره إلى خير. لهذا قال بعض المتقدمين أظنه قد يكون الأكثم أو غيره، قال له أحد من يخالفون: إن أسمعتني كلمة أسمعتك 10 كلمات. قال هذا الحليم: قال ولكن إن أسمعتني 10 كلمات فلن أسمعك كلمة. لأن هذا حظ الشيطان، لأن الاعتداء بالألفاظ والتنابز هذه كلها حظوظ الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تنابز وذم بعض الناس لبعض والطعن، هذا ليست أمرا شرعيا، وإنما هي من حظوظ الشيطان. الأمور الشرعية التي بها يحكم على المخالف هذه ليس منها الاعتداء، بل يحكم على كلامه أو يحكم عليه إن استحق ذلك فيما دل الدليل عليه ووضح من منهج أهل السنة والجماعة. فإن العبد لا يتجاوز، بل يقول ولا يتجاوز. لهذا غالب طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يضللون، لأن غالب من خالف إنما خالف عن جهل. بل قد قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذي يعمل السوء بجهالة كما قال جمع من الصحابة هو الذي يعصي بأقواله أو أعماله. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. وإذا عصى الله جل وعلا في مقابلة المخالف له فهو جاهل، له نسبة من الجهل. ولهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين علم بالشرع وجهل بالشرع، جهل في كيف يعامل من اختلف معه، وعلم فيما يعلم. وهذه واضحة في الواقع بينة. لهذا الوصية للجميع أنهم
أقامهم الله جل وعلا بصلاة واحدة، وأقامهم الله جل وعلا بالاجتماع على كلمة التوحيد، وأقامهم الله جل وعلا يعني أقام الشباب في حب الخير وحب الطاعة وحب العلم والإقبال عليه، فنيل بعضهم يعني القليل منهم من بعض، ومثل هذا الكلام الذي قد يتردد هذا ليس في المصلحة وليس من حق المسلم على المسلم، بل الواجب السعي في كل وسيلة لإصلاح ذات البين، وتقوى الله جل وعلا تقضي بذلك. وأما إذا كان ثم خصومة خاصة بين اثنين فواجب عليهما أن يسعيا في الإصلاح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لكل مؤمن يوم الاثنين إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا. في الهجر والترك والمقاطعة إذا كانت للدنيا فهي مذمومة ويتوقف عليها كثير من الأحكام، وأما إذا كانت للدين فهي جائزة بشروطها أو مشروعة بشروطها، ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء، بل هي للإصلاح. وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه وأن تمتثلوا التقوى في الأقوال وفي الأعمال. المؤمن طيب كلامه، الداعية طالب العلم يخشى الله جل وعلا طيب كلامه طيبة أفعاله، يقول ما يصلح ويترك ما يفسد، وهذا هو الذي يصلح الناس وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد بل المسلمين جميعا. زادني الله وإياكم من أسباب ذلك وجنبنا وسائل الشيطان.